السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله درت لكم فقره حول لاله فاطمه انسومر لتلاميذ السنه الرابعه متوسط. طلبوها مني بالك واحد الخمس مشتركين هكذاك. اذا هذه الفقره ان شاء الله راح تفيدكم. درت لكم معلومات مختصره حول لاله فاطمه انسومر لانه المعلومات حولها بزاف بزاف، كاين بزاف معلومات عليها. انا هنا اختصرت ان شاء الله تفيدكم. سو لاله فاطمه انسومر هيروين of the جورجورا، بطلة جورجورا. She was born in a village near عين الحمام in 1830, the year when the French occupied Algeria. Her real name was Fatma Sidi Ahmed. The nickname Insumer was given to her because of her piety strength and because she lived in the village of Sumer. اوكي، اذا ولدت في عام 1830 بالحمامات في هذاك التاريخ وين فرنسا احتلت الجزائر. اسمها الحقيقي هو فاطمة سيد احمد، واسم الشهرة كان انسومر، ولا الاسم اللي اللقب الذي كانت تلقب به هو انسومر. علاه مدوا لها هذا الاسم؟ لانها كانت معروفة بالقوة، ولانها كانت عايشة في منطقة انسومر. سومر، اوكي. At a young age، في سن مبكرة ولا في سن صغيرة، فاطمة memorized the Quran. فاطمة حفظت القرآن ختمته كامل. Simply by listening to her father's disciples when they chanted the various surahs. حفظت القرآن الكريم كاملا. علاه؟ لأنها كانت تستمع لوالدها، لأن والدها كان يدرس القرآن الكريم، كانت تسمع له أثناء التلاوة. chanted هو التلاوة. كان يقرأ مجموعة من الصور، كانت سريعة البديهة وسريعة الحفظ، حفظت القرآن كاملا فقط بمجرد الاستماع لوالدها. Those close to her described her as having a stupendous memory and being greatly gifted. هذا وصفها بلي أنها عندها ذاكرة رائعة وذاكرة قوية، وكانت gifted معناتها موهبة عطاها لها ربي أنها كانت تحفظ بسرعة. Lalla Fatma Nsumer was an important figure of the Algerian resistance movement during the first years of the French colonial invasion of Algeria. إذا فاطمة نسومر كانت شخصية مهمة من الشخصيات اللي شاركوا في المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي. Okay. She was seen as the embodiment of the struggle. From 1854 to 1857, she assisted in leading a resistance against the French. من عام 1854 ل 57 كانت تقود مقاومة ضد الاحتلال الفرنسي. Once captured by French forces, she was imprisoned until her death 6 years later. عفوا، ألقى عليها القبض من قبل القوات الفرنسية وتم حبسها حتى ماتت من مراها بست سنوات. She died in 1863. She was only 33 years old. توفيت في عام 1863 عن عمر يناهز 33 سنة. ماتت وهي صغيرة. أوكي، نعود الفقرة. لالا فاطمة نسومر هيروين of the جورجورا. هيروين معناتها بطلة. عندنا هيرو للرجل البطل، هيروين هي البطلة. She was born in a village near عين الحمام in 1830, the year when the French occupied Algeria. Her real name was Fatma Sidi or Sid Ahmed. The nickname Insumer was given to her because of her piety strength and because she lived in the village of Sumer. At a young age, Fatma memorized the Quran simply by listening to her father's disciples when they chanted the various surahs. Those close to her described her as هنا those close to her معناتها الأشخاص المقربين لها وصفوها بأنه عندها ذاكرة قوية. Those close to her described her as having a stupendous memory and being greatly gifted. Lalla Fatma Nsumer was an important figure of the Algerian resistance movement during the first years of the French colonial invasion of Algeria.
She was seen as the embodiment of the struggle from 1854 to 1857. She assisted in leading a resistance against the French. Once captured by French forces, she was imprisoned until her death 6 years later. She died in 1863. She was only 33 years old. اوكي اذا هذه هي الفقره الخاصه بفاطمه نسومر. نتمنى ان شاء الله تكون فادتكم. وهنا كل ما شخص يطلب مني فقره راح نديرها لهم، فقط صبروا عليا لانه تحميل الفيديوهات يستغرق وقت معي. اذا وصلنا لختام هذا الفيديو، اترككم في رعايه الله وحفظه، بقوا على خير.